هل سبق وتناولت السوشي من قبل؟ إذا أجبت بنعم فأنت تعلم أنه يكون ملفوفاً عادة بشيء آخر لزج يعرف باسم الأعشاب البحرية. إنها منتشرة بكثرة في المطبخ الآسيوي، لكن لا يقبل الناس على تناولها في أجزاء أخرى من العالم. إليك بعض الحقائق التي ستقنعك بإدراجها في نظامك الغذائي. 1- مفيدة لصحة أمعائك. يتكون حوالي 75% من الوزن الجاف للأعشاب البحرية من ألياف نقية، وهذا أكثر مما هو موجود في معظم الفواكه والخضروات. تساعد الألياف على الهضم من خلال منع الإمساك، وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهنا أيضاً الألجينات، وهي مادة في الأعشاب البحرية البنية تقوي الغشاء المخاطي الذي يغطي جدار الأمعاء. أما فيما عدا ذلك فالأعشاب البحرية تحتوي على سكريات معينة تساعد على زيادة نمو البكتيريا النافعة وإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التي تغذي الخلايا المبطنة لأمعائك. 2- تساعدك على فقدان الوزن. نظراً لأن الأعشاب البحرية غنية جداً بالألياف، فقد يكون تناولها مفيداً لمن يحاولون التخلص من الوزن الزائد. وكما أسلفت للتو، تبطئ الألياف من هضم الطعام، ما يمنحك شعوراً بالشبع لفترة أطول، ويمكن لهذا أن يقلل من تناول السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك، فقد يقلل الفوكاستين، وهو صبغة في الأعشاب البحرية البنية من دهون الجسم. ففي دراسة أجريت عام 2014 في جامعة نيوكاسل، تناول المشاركون الخبز مع الأعشاب البحرية، مما قلل من امتصاصهم للدهون بمقدار الثلث. 3- تحمي خلايا جسمك. ربما تعلم أن الجذور الحرة ضارة بالصحة، كونها تدمر الخلايا وتسبب الأمراض وتسرع الشيخوخة. والأعشاب البحرية لا تحتوي على الفيتامينات المضادة للأكسدة ألف وجيم وهاء فحسب، بل تحتوي أيضاً على مركبات الفليفونويد والكاروتينات المعروفة بحماية الجسم من الجذور الحرة. فعلى سبيل المثال يحمي الفوكوزانتين الذي ذكر سابقاً، وهو من الكاروتينات، أغشية الخلايا بشكل أفضل من فيتامين ألف، ويعمل كمضاد للأكسدة أفضل ب13 مرة من فيتامين هاء. 4- تزودك بالكثير من الفيتامينات والمعادن. تتميز الأعشاب البحرية بغناها بالحديد والنحاس وفيتامين B2 والعديد من المعادن الأخرى المفيدة. يحتوي البروتين الموجود في السبرولينا والكلوريلا، وهما نوعان من الأعشاب البحرية التي سأخبركم عنها بعد قليل، على جميع الأحماض الأمينية الأساسية. وتحتوي الأعشاب البحرية أيضاً على دهون أوميغا 3 وفيتامين B12، لذا يمكنك الحصول على المزيد من العناصر الغذائية المفيدة برش القليل منها على طعامك. 5- تحافظ على التوازن الهرموني في جسمك. تعد الأعشاب البحرية فريدة من نوعها، لأنها قادرة على امتصاص كميات هائلة من اليود من المحيط، وبدون هذا العنصر الغذائي فلن تتمكن غدتك الدرقية من إنتاج هرمونات معينة. هذه الهرمونات ضرورية للتحكم في النمو ومستويات الطاقة وإصلاح الخلايا التالفة في جسمك. وإن لم ينتج جسمك ما يكفي منها، فقد تواجه تغيرات في الوزن أو تتعرض للتعب المستمر أو تعاني من تورم في الرقبة. 6- تجعل قلبك أكثر قوة. ارتفاع الكوليسترول أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل القلب، لكن لحسن الحظ يمكن للأعشاب البحرية التقليل من مستواه. يوجد في الأعشاب البحرية أيضاً كربوهيدرات تسمى بالفوكان، تمنع الدم من التجلط المفرط، وهذا أمر خطير للغاية على صحة القلب، حتى أن هناك دراسات وجدت أن الفوكان قد يكون بفعالية مميعات الدم. 7- السيطرة على مستوى السكر في الدم. ومن جديد يجب أن أتحدث عن صبغة الفوكوزانتين. اكتشف علماء يابانيون قدرتها على تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتبين أن هذه المادة مفيدة بشكل خاص لمن لديهم مقاومة جينية للأنسولين، وترجح إصابتهم بارتفاع نسبة السكر في الدم. هناك أيضا دليل على أن مادة الألجينات الموجودة في الأعشاب البحرية تقلل من امتصاص السكر في مجرى الدم. 8- تحسن من صحة شعرك. تتميز الأعشاب البحرية بغناها بالكولاجين المسؤول عن ترميم الشعر وزيادة سماكته. علاوة على ذلك يساعد الزنك وفيتاميني ألف وجيم التي يمكنك العثور عليها في بعض أنواع الأعشاب البحرية على نمو الشعر بشكل أسرع. هل تعرف أي أطعمة أخرى تساعد في نمو الشعر؟ أخبرنا بها في التعليقات. 9- تساعدك على تناول طعام صحي. دعونا نتفق على حقيقة أن تناول الأعشاب البحرية مع البرجر أو البطاطس المقلية شيء غريب. تلائم الأعشاب البحرية الخضار المطبوخ والتوفو والسلطات والأطعمة المقلية سريعاً. لذا إن أضفت الأعشاب البحرية إلى نظامك الغذائي
فسيكون عليك ببساطة اختيار الطعام الصحي المفيد لجسمك. أنا متأكد الآن من أنك تخطط للتوجه إلى أقرب متجر لملء ثلاجتك بالأعشاب البحرية، لكن قبل أن تفعل ذلك تذكر أن الشيء إن زاد عن حده انقلب ضده، والأعشاب البحرية ليست استثناء لهذه القاعدة. كما تعلم الأعشاب البحرية غنية باليود، لكن يجب ألا يزيد الاستهلاك اليومي من هذا المعدن عن 1.1 جرام للبالغين. إذا حصل جسمك على كمية تفوق هذا فقد تتعرض لتضخم الغدة الدرقية، كما يمكن أن تسبب لك هذه الزيادة القيء والغثيان والإسهال ومشاكل الجلد أيضا. إذا كنت تتناول أي أدوية مميعة للدم فتجنب تناول أنواع الأعشاب البحرية الغنية بفيتامين كاف، قد يجعل هذا الفيتامين الأدوية أقل فعالية. إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى فقد تتعرض إلى الغثيان والضعف، حيث لا يمكن لجسمك التخلص طبيعيا من المستويات العالية من البوتاسيوم الموجود في الأعشاب البحرية. بشكل عام عليك استشارة الطبيب بخصوص إضافة الأعشاب البحرية إلى نظامك الغذائي للتأكد من قدرة جسمك على التعامل معها. سيخبرك الطبيب بكمية الأعشاب البحرية التي يمكنك تناولها يوميا دون التعرض لأي آثار جانبية. طيب، حان أخيرا الوقت للتحدث عن الأنواع المختلفة للأعشاب البحرية. فهناك 7 أنواع شهيرة صالحة للأكل. أوغونوري، يسمى هذا النوع أيضا بطحلب البحر، وهو بلون أرجواني غامق، وعادة ما يصنع منه المخلل أو يستخدم في السلطات. يلقى هذا المكون أيضا شهرة كبيرة في منطقة البحر الكاريبي وهاواي، فيوضع في أطباق بوك. إلى جانب ذلك يستخدم الأوغونوري لإنتاج الأغار أغار، وهو نظير نباتي للجيلاتين. يمكنك الحصول على الأوغونوري على شكل شرائح أو مسحوق جاف لتعد معه الجيلي والبودينج والكاسترد. لا نتحدث هنا عن كومبو الوجبات بل الطحلب. يمكنك الحصول على هذه الأعشاب البحرية البنية على شكل شرائح عريضة مجففة، يستخدمها اليابانيون كتوابل للسوشي وكمكون رئيسي لمرق لذيذ اسمه داشي. وإذا وجدتها مطحونة يمكنك أن تعد منها كوبا من الشاي الياباني الشهير الكومبوتشا. نوري، عادة ما يحفظ هذا النوع الشهير من الأعشاب البحرية مضغوطا بأوراق رقيقة مجففة بلون أخضر داكن أو أسود. تستخدم هذه الأعشاب لصنع لفائف السوشي أو كوجبة خفيفة. تصبح أوراق النوري المجففة أو المحمصة طرية ولزجة بسرعة عند تعرضها لرطوبة الهواء، لذا من الأفضل تخزينها في علب محكمة الغلق. واكامي، هذه الأعشاب البحرية حلوة المذاق بملمس حريري، وهذا ما يجعلها مثالية لإعداد السلطات. إنها أيضا أحد المكونات الرئيسية لحساء ميسو. غالبا ما تباع أعشاب الواكامي مجففة ومملحة في عبوات مفرغة من الهواء، لكن خذ بعين الاعتبار أن حجمها يزداد بشكل كبير أثناء الطهي، وإذا أفرطت في طهيها فسيصبح قوامها هلاميا. الدلسي، يطلق عليه الدلسي أو الراحية الخوصية. يشبه هذا النوع من الأعشاب البحرية الملفوف الأحمر، وهو لذيذ المذاق كاللحم. زرعه باحثون في جامعة ولاية أوريغون لأول مرة عام 2015، ومنذ ذلك الحين نجحت العديد من المزارع الصغيرة في زراعته. لا تكتسب هذه الأعشاب البحرية نكهة اللحم فقط عند طهيها، لكنها تضاعف القيمة الغذائية للكرنب. عادة ما تأتي هذه الأعشاب بشكل أوراق مجففة أو كاملة، وأحيانا يصنع منها بودرة أو مزيج من التوابل. خس البحر، هذا النوع من الأعشاب البحرية ذو أوراق خضراء داكنة، والطازج منها مثالي لإعداد الحساء والسلطات. لكن إذا قررت طهيه فلا تفرط في ذلك، وإلا فقد ينتهي بك الأمر حاصلا على طعم لاذع. أسهل طريقة لجعل طبقك المفضل شهيا أكثر رش أوراق خس البحر المقطعة فوقه. الكافيار الأخضر، يطلق عليه أيضا عنب البحر، وهو أحد أنواع الأعشاب البحرية القليلة التي تباع طازجة. الكافيار الأخضر عبارة عن جذع طويل بمجموعات صغيرة من الأوراق الشبيهة بالفقاعات، وعندما تأكله تنفجر العناقيد في فمك تماما مثل الكافيار. أراهن أن لديك الآن سؤالا واحدا فقط، كيف يمكنني فعلا إضافتها إلى أطباقي اليومية؟ فيما يلي بعض الوصفات السهلة لمساعدتك. مايونيز الأعشاب البحرية، أضف أي مسحوق من الأعشاب البحرية إلى المايونيز العادي وحركه جيدا. أصبح الآن لديك بديل صحي لمنتجات الدهن والتغميس المعتادة، مذاقها رائع على الشطائر ومع رقائق البطاطس. سموذي الأعشاب البحرية، ستحتاج إلى ملعقة كبيرة من الأعشاب البحرية المجففة
وملعقة كبيرة من بذور الكتان وموزة مقطعة ومجمدة وتفاحة مقطعة وكوب من حليب اللوز. يمكنك أيضا إضافة عدة ملاعق من مسحوق الفانيليا. امزج المكونات معا واستمتع بالمذاق الشهي. الشوفان مع الأعشاب البحرية. أحضر وعاء طهي وسخن فيه الزبدة، ثم أضف الشوفان واتركه على النار حتى يصبح ذهبي اللون، وبعد ذلك أضف كوبين من الماء وغطي الوعاء، وعندما يغلي الماء ضعه على نار هادئة واتركه من 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح الشوفان أطرى. عندما ينضج أضف إليه صوص الصويا وزيت السمسم وبذور السمسم والبصل الأخضر المفروم والبقدونس، وأخيرا اطحن ورقة نوري محمصة فوق الطبق. لقد جعت بسببكم.